ومعنا عبر الهاتف من عمان المستشارة التربوية واختصاصية الطفولة نريمان عرقات. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. يعني من وجهة نظرك، ما هي أبرز التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا على الصحة النفسية للأطفال؟ الله يسعد صباحكم جميعا. أبرز التأثيرات هي التأثيرات المتعلقة بإشباع حاجاتنا سواء ككبار أو كأطفال. خلينا نركز هلأ على الأطفال، الحاجات الاجتماعية، لأن الأطفال بحاجة لتطوير مهاراتهم الاجتماعية، مثل التعامل مع الأصدقاء، مثل الحاجة إلى الذهاب للمدرسة والخوض في تجارب اجتماعية غير اللي بيشوفوها بالمنزل. حاجات أخرى يعني مثل التفريغ العاطفي، بعض الأطفال تحديداً بيكونوا متضايقين لما يشوفوا ناس خارج المنزل بيرتاحوا، لما يطلعوا على حديقة بيرتاحوا. فكل الانزعاج اللي مر فيه الأطفال بندرج تحت عنوان إشباع الحاجات، إنه كورونا أعاقت إشباع حاجاتهم. دكتورة، يعني كل ما تحدثتي عنه من تأثيرات نفسية، تحدث التقرير في المقابل عن أضرار بعيدة المدى تلحق بالأطفال جراء هذه التأثيرات النفسية التي تحدثتي عنها. كيف يمكن أن تشرحي لنا أضرار بعيدة المدى يمكن أن تحصل بسبب ما تمخض عن أزمة كورونا، وأيضا الأضرار النفسية التي تحدثتي فيها؟ هلا الأضرار بعيدة المدى احنا ممكن نقسمها لقسمين، أضرار بسبب أمور موجودة هلا وفي حال ما تم علاجها ممكن تكبر مستقبلا، والفئة الأخرى أضرار احنا هلا ما رح نشوفها لكن مشكلة في المستقبل أو حادثة في المستقبل القريب أو البعيد رح تبرز هاي المشكلة. مثل ماذا؟ درجات القلق، درجات الاكتئاب، ممكن احنا هلا نشوف اولادنا متضايقين منزعجين ونقول مش مشكله، انا بدي اكتفي بحل الموضوع، ما نتعامل مع الموضوع بطريقه سليمه صحيا ونفسيا، فبتضاعف درجه القلق عندهم والاكتئاب. في بعض الناس صار عندهم وسواس نظافه، يعني كانت امورهم عاديه في هذا المجال لكن صار عندهم وسواس نظافه. انتهى موضوع الجائحة من ناحية صحية لكن ظل موجود عندهم وسواس النظافة. نعم. طب نريمان، يعني كيف من الممكن وقاية الأطفال خاصة خلال هذه المرحلة لضمان عدم تطور هذه المشاكل والحالة النفسية لما هو أبعد من ذلك؟ هلا الوقاية تقريبا احنا بجوز ما بنقدر نحكي فيها كثير، لانه احنا اي نعم بدينا ننتي من جائحة كورونا من ناحية صحية لكن من ناحية نفسية احنا ليس بعد. والله يا نريمان ليس بعد، يعني النسبة النسبة الاكبر انه احنا بدنا نشتغل على اطفالنا. بالدرجة الاولى اول شيء في ثلاث معايير مهمين نراقبهم باطفالنا. اول شيء نومهم، هل هو منتظم؟ بياخذوا حاجتهم من النوم. الامر الثاني اكلهم، هل في زياده في الاكل او في قله الشهيه؟ الامر الثالث حياتهم الاجتماعيه، في بعض الاطفال لما تقول لهم تعال نطلع مشوار هلا الطلعه صارت مسموحه، بطل عنده دافعيه، بقول لك انا بحب اضل لحالي، بحب اضل بالغرفه لحالي. بالمقابل وعينا في المراحل العمرية لأطفالنا مهم جدا عشان ما نخلط بين وجود مشكلة وبين وجود صفة طبيعية في الأطفال. مثلا الأطفال في بداية المراهقة هم بطبيعتهم بيحبوا يجلسوا بالغرفة لحالهم يمارسوا هوايتهم، فأنا هنا بدي أكون متأكدة هل هذا الانعزال بسبب مرض أو بسبب مرحلة عمرية عم بمروا فيها. لذلك أنا كأم وكأب لازم أستشير المختص النفسي أو السلوكي حتى هو يحكي لي هل هذا الانعزال دليل وجود مشكلة أو كمرحلة عمرية هو بمر فيها. نعم. أيضا الانقطاعات التي شهدناها عن المدرسة بالرغم من العودة، هل تركت يعني تأثيرات نفسية معينة خاصة مختلفة عن التأثيرات النفسية العامة التي تركتها جائحة كورونا؟ وما أبرز الحلول؟ كيف يمكن أن نتعامل مع ما خلفه انقطاع التعليم والذهاب تحديدا إلى المدرسة؟
هلا موضوع المدرسة بعض الناس للأسف كانت فهمته إنه هو موضوع أكاديمي فقط، إنه بس رجعت الحياة طبيعتها بدي أجيب أستاذ إضافي لابني بعوضه الفاقد التعليمي وانتهى الموضوع. الموضوع مش هيك أبدا، في أمور بتصير بالمدرسة ما بتصير في أي بيئة أخرى. مثلا الطفل لما يروح على المدرسة مش بس بيتعلم، هو بيشوف أصحابه، هو بيتعلم خبرات جديدة، بيطبق الآداب اللي تعلمها في أسرته مثل آداب الحوار، بنشوف كيف هو بيتعامل مع معلمه، كيف بيحل المشكلات لما تصير معه مشكلة، سواء ما بينه وبين نفسه، نسي ورقة، نسي كتاب، أو مشكلة مع معلمه أو مع زميله. لذلك إحنا لازم هلا نكثف مراقبتنا لأولادنا، نسأل عنهم كثير كيف أمورهم بالمدرسة، وبالمقابل لازم نعطيهم شوية وقت. للأسف الأهل هاي نقطة جدا مهمة بأتمنى الجميع ينتبه عليها. من الخطأ الكبير والظلم لأولادنا إنه إحنا هلا نقارنهم فيما كانوا قبل كورونا. الحياة أي نعم رجعت لطبيعتها، لكن ما استقرت. الأولاد بدهم مزيد من الوقت أكاديميا ونفسيا ومعرفيا. نعم. لا يرجعوا أمورهم. نعم. نريمان، نريمان بهذا الموضوع بالتحديد وموضوع المدارس والعودة إلى المدارس، ما الدور الذي يقع أيضا على المعلمين كونهم على اتصال مباشر ومستمر مع الأطفال؟ بالدرجة الأولى زي ما قلنا للأهل نقول للمعلمين إنه أنت ما تعامل الطلاب وما تبدأ سنتك الدراسية اللي إحنا هلا يعني قطعنا فيها شوط منيح زي ما كنا قبل كورونا. رقم اثنين بدنا ننتبه للجانب النفسي أكثر من الأكاديمي. يعني أنا بشتغل بالمدرسة فخورة جدا إنه هي قالت لمعلميها انتبهوا للأمور النفسية حتى لو أنتوا كنتوا بطيئين في قطع المادة التعليمية اللي انتوا مفروض تمشوا فيها. فهون الجانب المهم اللي هو الجانب النفسي، لانه احنا لسه بدنا نرجع نعلم الطلاب، وخاصة مراحل الصفوف الصغيرة. يا حرام اللي هم ما راحوا على المدرسة مثل صف اول، هم ما جربوا ايش يعني طلع من البيت، ما جربوا ايش يعني روضة. فهون أنا بدي أعلمهم مهارات بعدين. نعم. أبدأ معهم بالجانب الأكاديمي. شكرا. إذن كانت معنا عبر الهاتف من عمان المستشارة التربوية واختصاصية الطفولة نريمان عريقات، شكرا جزيلا لك.